مع ذكرى مولد الحبيب لنكرم رجلا راحلا حبيبا كان من خيرة الرجال وكان في الواجب من الأبطال وكان في الكرم ما له مثال ألا وهو راحل الكريم الحاج سيف الوكيل رحمه الله. نشارك اليوم نجله الكريم الأستاذ محمد سيف الوكيل ونشارك أيضا الحاج محمد نجيب الوكيل ونشارك كل عائلات الوكيل في ليلة قرآنية يحضرها العظماء والوجهاء من السادة المستشارين والسادة العمر والسادة القادة وأهل الواجب وأقمار مجالس القرآن. وليلتنا هذه ليلة قرآنية نسعد فيها بضيفين كريمين من أعلام الإذاعة المصرية فضيلة القارئ العلم المحبوب الشيخ محمود محمد صابر صاحب الأداء الباهر والصوت الزاخر والذي تشرف به مصر سفيرا للقرآن بالمحافل الدولية. وضيفنا الليلة أيضا من القاهرة من المطرية ومن أعلام الإذاعة المصرية القارئ وابن القارئ ونبت بيت القرآن فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد بسيوني عوض. أيها السادة لنبدأ جمعنا بتدبرنا لآيات ربنا مع دستور السماء وقرآننا الذي أنزله ربنا ليكون نورا لنا ويفرق بين الحق والباطل هو القرآن الكريم. قارئنا الآن القارئ العلم فضيلة الشيخ محمود محمد صابر يتفضل. مشكور معذرة قارئنا الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض علم التلاوة الإذاعة والتلفزيون يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ كل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فلنولينك
قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه وجهك شطر المسجد الحرام وما قلتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الحق من ربك الحق
الحق من ربك فلا تكونن من المنذرين. الحق من ربك فلا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. كل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله على كل شيء قدير. وبحيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولوا وجوهكم شطره.
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصدق الله العظيم في قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكذا إخوة الإيمان كانت التلاوة من آيات سورة البقرة المدنية التي قال عنها الحبيب النبي قراءتها بركة وتركها حسرة ولا يقدرها البطنة. تلا علينا القارئ وابن القارئ ونبت بيت القرآن
ومن أعلام الإذاعة المصرية ابن المطرية بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الوالد الراحل الحاج نسيف الوكيل، نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة، وباسم الأستاذ محمد الوكيل نجل الراحل الكريم، وباسم الحاج محمد نجيب الوكيل، وباسم كل عائلات الوكيل، فراشتنا الكبرى والإنارة والإذاعة حاج محمد فتح الباب بشبين القناطر، ومقدم الضيافة الكابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية، ومصورنا لإخراج الليلة ناصر صلاح.